الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء من باب مخارج الحروف، وهذا أحد قسمي اللفظ والنطق، لأن احنا عندنا اللفظ الصوت الذي يصدر عنا ينقسم حتى يتميز ويفهم، فلا بد أن يكون إيه من قسمين، المخرج والصفة، لأنها إذا اتحدت الصفات في حرف اتحدت الصفات في جميع الأحرف، واتحدت المخارج هتبقى المنزلة المسألة إيه واحدة لا معنى لها. فأما القسم الأول وهو مخارج الحروف انتهينا منه، وهو بيان المقطع أو المكان الذي يصدر عنه الصوت، وتميزت هذه بقولهم أن الهواء الذي يندفع من الرئتين إن كان مسموعا فهو إيه صوت، الهواء اللي بيخرج ده مننا إن كان مسموعا فهو صوت، خلاص يعني خلاص طلع هواء. طيب إن سمع هذا يبقى ده بنسميه إيه صوت. طيب والصوت، الصوت الذي يصدر عنا إن اعتمد على مخرج محقق أو مقدر فهو إيه حرف، والأحرف هي جزيئات الكلام، الأحرف هي إيه هي جزيئات الكلام، إنما ممكن يخرج صوت ولكن لا يعتمد لا على مخرج محقق ولا مقدر. يعني لو واحد قاعد كده صوت مش كده ولا إيه؟ هذا صوت، إنما لم يعتمد لا على مخرج محقق ولا مقدر، هذا إيه صوت. يبقى إذن عند القاعدة الهواء الذي يندفع من الرئتين إن كان مسموعا فنسميه إيه صوت. كل المخلوقات لها أصوات اللي احنا بنسمعها، يعني احنا سمعنا ما بنسمعش النمل، ممكن يكون حد بيسمعه، إنما كل المخلوقات من الطيور والحيوانات المحيطة بنا لها أصوات، خلاص الصوت ده عبارة عن هواء، خلاص يبقى الهواء إن كان مسموعا فهو صوت. طب خد دي، الصوت إن اعتمد على مخرج محقق أو مقدر فهو حرف، أب خلاص، أم خلاص، يبقى هذا إيه بنسميه إيه بنسميه حرف، ويتكون الكلام من الإيه من الأحرف. يبقى ده القسم الأول في الألفاظ الأصوات الصادرة عنا. القسم الثاني الذي نحن بصدده اللي هي إيه الصفات، محال إن يكون فيه حرفين مختلفين في الأسماء ومتفقين في المخارج والصفات، ما لهمش لازمة، هيبقى هما صوت واحد، يبقى إيه صوت واحد. يبقى الآن خدنا احنا القسم الأول من قسمي اللفظ، من قسمي الأصوات. القسم الثاني اللي هي صفات الأحرف، صفات الأحرف. قدم العلماء لهذا الأمر، وطبعا أنا في الغالب معتمد على الشرح اللي هو بين أيديكم، على أساس إن احنا بناخد كلام
سواء شيخ الإسلام الأنصاري أو الشيخ الأزهري، على أساس لما تقرأ في هذا الشرح يكون واضح. قال الإمام الأزهري، وبالمناسبة أحد الإخوة قال لي إني أنا جمعت خطأ، هي أول محاضرة كانت في التحفة في الشاطبية، بقى لها كم مرة؟ بقى لها عدة مرات مش كده، دي رقم كام؟ لا الجزرية رقم كام إحنا الآن النهاردة؟ سابعة؟ متأكد؟ في أول واحدة إحنا كنا بناخد التواريخ اللي هو تواريخ الشيخ الأنصاري، قلنا أن تاريخ الشيخ الأنصاري 26 مش كده ولا إيه؟ 806 أه؟ لا ولد سنة 826 وتوفي سنة 926. أما الشيخ الأزهري قلنا أنه إيه؟ ولد سنة إيه؟ 838 وتوفي سنة 905. أحد الإخوة قال إني أنا جمعت دولة، قلت يبقى كده عاش 70 سنة إيه؟ 77 سنة مش كده ولا إيه؟ قلت كده؟ طب نصلحها، يعني إحنا لما نقول 838 يبقى معناها كم سنة دول لغاية الإيه؟ لغاية الـ 900 كام؟ 62 يبقى 67 سنة. أحد الإخوة قال إن أنا جمعت وقلت إيه؟ 77 سنة، مش مشكلة إيه يعني؟ خلاص أنا هعمل إيه يعني؟ اللي هيبقى يراجع ورايا على زي ما قال الإمام الشاطبي وليصلحه من جاد مقولا، مش قال الشيخ مش قال كده؟ وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. طيب الشيخ الأزهري قبل أن يدخل على باب الصفات قال تنبيه، يقول تنبيه ما تقدمت يعني باب المخارج، هي الحروف الأصول، هي الحروف الأصول اللي هم 29 اللي احنا خدناهم أو 28 خلاص، هي الحروف الأصول، ويتبعها حروف أخرى متفرعة والفصيح منها ثمانية. هيتبع الحروف الايه؟ 29 دولة 8 حروف أخرى، الفصيح من هذه الأحرف 8، عد الشيخ هنا 8. قال همزة بين وهي 3، وهي 3 بين الهمزة والألف وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والواو. مطلوب ان احنا واحنا بنتعلم التجويد ان احنا نعرف دي ليه، لان عندنا في تكة لحفص لمن يقرأ حفص، اما من يقرأ لورشة او يقرأ الكلام ده هو عارفه ايه همزة بين دي، يعني هو بيقول لفظة وده بيسموه حرف بقى، هيبقى دي احرف بتبقى زائدة على الايه؟ على 29. همزة بين أأنذرتهم، قال لك الهمزة الثانية دي تقرأ بينها وبين الألف، احنا بنقول ايه؟ مش كده؟ يبقى تقرأ ايه؟ أأنذرتهم بين مخرج الألف وبين مخرج الايه؟ الهمزة. وهل اللي احنا عايزينه من دي بالذات اللي هي المفتوحة أعجمي في صورة ايه؟ في صورة فصلت حفص، من يقرأ رواية حفص ليس له تسهيل في جميع القرآن في الأنواع الثلاثة من الهمزات، ليس له شيء إلا في هذا الموضع اللي هو ايه؟ أعجمي. احنا بنقرأها اتعلمتوها انتوا تقرأوها الحفص ايه؟ بالتسهيل، التسهيل لابد من معرفته، هو ده اللفظ الايه؟
او ده الحرف الزائد على التسعة وعشرين. انتبه معي. وابعد عن الايه؟ عن الهاء. هتطلعها هاء اي شيخ يقول لك خليها قريبة من الهاء قول له لا ده انا هطلعها همزة. الاولى والافضل لمن يخرجها هاء ان يخرجها همزة. يقرأها كده أعجمي، لانه لما يقرأها أعجمي هيبقى وافق قراءة صحيحة متواترة ثابتة، لان اللفظة دي لفظة أعجمي فيها ثلاث قراءات، ثلاث قراءات من القراءات المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحقيق أعجمي، والتسهيل أعجمي، والإخبار أعجمي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قراءة بهمزة إيه؟ واحدة. يبقى عندي فيها ثلاثة. طب لما يجي واحد مش عارف يقرأ بالتسهيل، طب لما اللي مش عارف يقرأ بالتسهيل لو قرأ أعجمي هنقول له أنت لحنت في القرآن؟ ما لحنش في القرآن، هو غاية ما فيها خالف الإيه؟ الرواية التي يقرأ بها، بس قرأ قرآن. بل إنه إذا كان بيقرأ القراءة دي أعجمي ده للإمام عاصم، بس من رواية شعبة، من رواية شعبة عن الإمام عاصم. طيب لو هو قرأها إيه؟ أعجمي وعربي، هنقول لحن في القرآن؟ ما نقولش لحن، ولكن خالف الرواية التي يقرأ بها. طب لو قرأ أهعجمي لا نقول له ده أنت طينت الدنيا، أتيت في كلام الله بغير مراد الله، لأن دي أساسا شيء ما هوش من الإيه؟ من القرآن. خلاص. يبقى الهمزة المسهلة بين بين، وهم دول أنواع ثلاثة، بين الهمزة والألف، بين الهمزة والياء، بين الهمزة والواو. أئن، بس دي حفص ملوش فيها شيء، بس تقرأ مسهلة. أئن آي مش آهي، آي أئن أألقي آؤ 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 أألقي. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل. خلاص. يبقى قال لك إيه؟ أول شيء الشيخ، الشيخ هنا الأزهري خالد الأزهري قال إيه؟ تمن أحرف زايدة على الإيه؟ على التسعة وعشرين. المسهلة بين بين الهمزة والألف والمسهلة بين الهمزة والياء والمسهلة بين الهمزة والواو آو. خلاص. يبقى ايه؟ عدوهم ثلاثة. طيب ثلاثة، ما هي اولا انا مش سامع حاجة عشان هنا وهنا البعد عني. ما هي زيها. أأنذرتهم أأسلمتم أأشفقتم أأعجمي، الهمزتين المفتوحة ما هي زيها. أأنذرتهم أأنذرتهم أأعجمي أأسلمتم أأشفقتم، كلها قياس واحد. ما احنا بنقول هو الشيخ، انا لسه بقول ايه؟ وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة موجودة في القرآن ثلاثة. أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل آؤ آئي آآ آآ آئي آؤ. يبقى نقرأ أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم. وخلي بالكو ما دام انا بنطقها كده يبقى هتبقى سهلة على الجميع، بس هي محتاجة لإيه؟ التدريب. التدريب
احنا محتاجين من الشيلة دي الحفص مين؟ انما اي واو الجماعة الجزائريين دول والليبيين ودول عندهم واخدين عليه، وان كان البعض منهم ينطقها قريبة من الهاء، ان كان البعض برضو منهم ينطقها ايه قريبة من الهاء، انما احنا ننتبه. انا بقول اهو معظم اللي امامي من حملة القرآن الكريم، كون ان هم بيدرسوا قراءات يبقى من حملة القرآن. لما تسمع واحد في هذا الموضع خاصة لحفص يقرأ آهاء تقول له الله يرضى عليك اقرأها لانه لما يقرأها افضل، لانه هيقرأ قراءة صحيحة. مش عارف تقرأ يبقى يقرأ يبقى الخطأ المخطئ الذي يخطئ في القرآن يصدر عنه خطأ. إن كان هذا الخطأ موافق لقراءة أخرى متواترة ثابتة لا نقول لحن وأخطأ، ولكن نقول إيه خالف الرواية التي يقرأ بها، إنما لا نقول له لحنت في إيه في كلام الله. أما اللي يقرأ إيه لا نقول له ده أنت لحنت، ولحن لحن جلي أتى بحرف غير حرف، أبدل حرف مكان إيه مكان حرف، ماشي. يبقى عند الشيخ هنا الشيخ عدل إيه الزائد الأحرف المتفرعة الأحرف الفرعية، هو عد هنا بيقول 8 همزة بين بين، ما هو بين بين دي إيه هنكتبها إزاي؟ سماه العلماء حرف زائد عند أهل عند إيه عند العرب موجود، استعملته العرب. ما هو البعض من العرب لا يتمكن زيك انت يكون عنده التحقيق يقرأ أأنذرتهم، البعض منهم تقول له اقرأ يا بني أأنذرتهم يقول لك أأنذرتهم حبيب الله يحفظك يقول لك زي انت دلوقتي نقول لك ايه اقرأ تقول طيب مش ده عربي؟ طب عربي، طب هذا العربي الذي لسانه ايه عربي ما يحتجش بلسان عربي مبين، مش كده ولا ايه؟ لسان القرآن نزل ايه بلسان عربي مبين، انا عربي بس لهجتي كده، لهجتي اقول والضحي تقول والضحى يقول لك والضحي، خلاص هو معوجة معاه كده عربي. طيب يبقى كده ايه الشيخ عد كده ايه الاحرف الزائدة، خدوا بالكم عد 3 اي او، وعلى هذا فقس يبقى انذرتهم ااشفقتم ااسلمتم ااعجمي كله، ماشي. هو بيعد ايه دلوقتي الاحرف الزائدة على ايه على 29. ثم قال والنون الخفية والنون الخفية، وقال بعضهم النون المخفاة اللي هي ايه عنك منك منذا، ما هي دي حرف، هو ده ايه حرف بس لا هو ما اعتمدناش على الايه على المخرج، لو اعتمدنا على المخرج هنعمل ايه عنك عن تك عن عن كده خرجت النون عنك خلاص. من قال، خلي بالك انا استعملت لسانه اهو، من قال من ذا، طب دي اللي معانا بايه عنك عنك لساني مش شغال ما تمش اصطدام اهي عنك، نطقت صح ولا لا عنك عنك، قال لك ده حرف حرف ايه هو والله نون الخفية او المخفاة، البعض سماها ايه النون المخفاة. يبقى كده رقم كام عند عد الايه 4. ثم قال
وخلي بالك الكلام ده هتلاقيه عندك عند في كتب النحو عند السيبويه وفي كتاب العين للفراهيدي وفي المؤلفات اللي هي الايه بيسموها الاحرف الفرعيه، الاحرف الفرعيه اللي زائده على الاحرف الاصليه دي ايه متشكله منها منحوته منها. خلاص طيب. قال والف الاماله نحو رمى. لما اقول رمى 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 رمى، طب الاولانيه عرفتها الف رمى، طب لما اجي اعمل ايه التانيه اقول ايه رمى ايه دي؟ اصل لو هي ياء هتقول ايه رمي رمي، طب لما اقول ايه رمى رمي ايه دي؟ اهو قال لك دي حاجه بين الالف والياء، ما هو الايه احرف منحوته من احرف. خلاص بين الالف والياء، ولذلك هم يعرفوها طبعا مهما يعرفوها عمرك ما لازم تسمعها. يقول لك ايه تقريب الالف من الياء والفتحة من الكسرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. طب ايه دي؟ وبعدين يجي لك بقى واحد كمان غير كده بين الفتح والإمالة، خد بالك أعمى أعمى أعمى، ده انا جاني حرف كده زي كمان اهو أعمى أعمى أعمى، وده ورش ورش بياخد بالتقليل في البعض. يبقى ده الحرف رقم كام كده؟ الحرف رقم 5. طيب على عد الشيخ قال ولام التفخيم، والبعض بيسميها ألف التفخيم اللي هي زي إيه؟ الصلاة، وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، بتقرأوها إيه عندكم في الجزائر؟ الصلاة. ها ظلموا ظل طال طال عليهم الأمد. ها نعم. طيب خد بالك الصلاة لام فتحة لا، طب الثاني الصلاة ده بقت ايه؟ دخلت بايه؟ دخلت بتفخيم. يبقى ده حرف حرف بين مخرج اللام وبين ما بين ايه دخل عليه تفخيم. يبقى ده رقم كام؟ رقم 6. قال والصاد كالزاي، والصاد كالزاي اللي انا حكيت لكم عليها قبل كده، قلنا جبنا الايه الزاي والصاد وعملناهم فين؟ ضربناهم في الخلاط، طلعت حاجه لا هي صاد ولا هي ايه. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا حتى يصدر الرعاء، ها اهدنا الصراط المستقيم. هي ايه دي؟ اص. طب لو هي صاد هتبقى ايه؟ اص. طب لو هي زي هتبقى ايه؟ از، مش كده ولا ايه؟ طيب احنا بنقول ده حرف متاخد من هنا ومن هنا، حته من الايه من الصاد وحته من الايه من الزاي، وطلعت حاجه كده ايه ما هياش لا ايه لا صاد ولا زاي. لغه ولهجه وقراءه متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة من قراءات القرآن التي نزل بها أمين الوحي جبريل. وبعض برضو إخواننا يجوا للطلبة يقول لك إيه اقرأها يا ابني كإيه كالإيه كالظاء المصرية، أو يقول لك كظاء العوام عامة المصريين. احنا عندنا في مصر هنا بنقول على الايه الظاء نقول لها ايه ظاء
ظا ماشي قريبة بس مش تخينة كده. ومن أظ لأن هي واخدة استعلاء واخدة رقة من الإيه واخدة من نعومة الزاي علما بأن الزاي برضو فيه صفات قوة اللي هي صفة الإيه صفة الصفير من صفات الإيه من صفات القوة. يبقى ده رقم كام؟ رقم 7. قال والشين كالجيم. الشين كالجيم نحو أجداق. جماعة هيقرأوها لنا إيه؟ أجداق أج أج أجداق. منتبهين معي؟ هو طبعا هيجي الآن هنعدل الكلام ده. الشيخ هنا قال والشين كالجيم في نحو فقال فهذه الحروف المتفرعة مستحسنة وجدت في القرآن وغيره من فصيح الكلام. يبقى يجب تحفظ هنا وأنا بتك على دي عشان تنتبه وعشان نصحح الإيه الكلام لأن الكلام هتقروه في الشرح. طبعا كلمة أجداق دي لا مش موجودة في الإيه مش موجودة في القرآن. هنيجي هو هنا عد كام؟ 8 8 بالحرف الأخير عدهم 8. الإمام مكي ابن أبي طالب عدهم 6 الأحرف الزائدة 6. هي مفيش مشكلة همزة بين التلاتة خلاها واحدة ما خلش ما ايه ما عدش المفتوحة واحدة والمكسورة واحدة والايه والمضمومة واحدة خلاص. يبقى كده نشيل كام؟ 2 اهو من 8 بقى ايه بقى 6. بس في مشكلة لسه باقية قضية الايه الجيم اللي الشيخ قال ايه مستحسنة وجدت في القرآن وغيره. لا اللي وجد في القرآن 5 منها اللي هي همزة بين والتانية ايه الالف الممالة والتانية ايه لا همزة بين والنون المخفاة واللام المفخمة والالف الممالة والصاد كالزاي. هم دول اللي ايه هم دول اللي وجدوا في القرآن فعلا في قراءات متواترة ثابتة. بس عشان نصحح الكلام اللي انتوا بتقروه قدامكم الشيخ مكي ابن ابي طالب. طبعا انا خدت مكي على اساس مكي امام من ائمة القراءات. اما اللي ارجع للكلام ده تجده فعلا عند سيبويه وعند ائمة اللغة. قال مكي اعلم ان العرب قد استعملت مع 29 حرفا المشهورة 6 أحرف زائدة عليها اتسعت بها. خلاص عرفتوا الستة اللي هم ايه اللي شلنا احنا 2 ومنهم الجيم دي بس الجيم هيحصل فيها تعديل خلاص عشان نصحح. خلاص اتسعت بها في كلامها وتفصحت بها في لغاتها. ثم ذكر الخمسة اللي هم الايه الاولانيين وقال واما الحرف واما الحرف السادس فهو حرف لم يستعمل في القرآن وهو حرف. طبعا انا كلمتكم قبل كده على الجيم فاكرين احنا قلنا فيها ايه فيها جيم وفيها ديم وفيها ييم وفيها جيم وفيها جيم مش كده ولا ايه وكلها لغات بل ان منها الييم دي الياء لغة موجودة الى الان لغة عرب ينطقون الايه الجيم ياء. وقلتلكوا بالقرن قبائل بالقرن يقرؤون ايه الايه يقولك قلتلكوا انا ايه جرجير يرير يرير. طيب فهو حرف
لم يستعمل في القرآن وهو حرف بين الجيم والشين، وهي لغة لبعض العرب يبدلون، انتبهوا بقى، يبدلون من الكاف المؤنث شينا يخالط لفظها لفظ الجيم. قال ابن دريد، والكلام موصول للإمام مكي، الإمام مكي اللي أنا بقرأ له بقرأ كلامه ده، عارفين من شوية كنا بناخد توجيه قراءات اللي هو إيه صاحب كتاب الكشف اللي احنا بناخد منه التوجيه، وهذا الرجل توفي سنة ها فين ها لا 400 وحاجة 437 ومكي بن أبي طالب. وتقريبا أنا قعدنا نعد في كتاب الرعاية مؤلفاته حوالي 89 مؤلف لهذا الرجل، يعني دخل في 90 مؤلف عالم. قال ابن دريد والكلام موصول له، يقولون في غلامك غلامش، ودي انتم بتسمعوها في لهجة الايه ايه الكويت شطرة، وعندنا بلد في قليوب ناحية كفر شكر ما ينطقوش الا الكاف اللي هي ايه ينطقون الكاف كده شبيهة بالشين. خد بالك من كلام الشيخ، يبدلون وهو حرف بين الجيم والشين، وهي لغة لبعض العرب يبدلون من الكاف المؤنث شينا يخالط لفظها لفظ الجيم. قال ابن دريد يقولون غلامك غلامش، يجعلون الكاف بين الشين والجيم، ومنهم من يجعلها شينا خالصة. ثم قال رحمة الله عليه بعد ما ذكر الخمسة، فهذه الخمسة، طبعا هنا قال دي، فهذه الخمسة أحرف اللي هي اللي فاتت، اللي هي فاتت عدا الايه عدا الجيم، فهذه طبعا هنا قال فهو حرف لم يستعمل في القرآن، منتبهين؟ هنا الشيخ قال مستحسنة وجدت في القرآن وغيره. طيب الشيخ قال عن الخمسة فقط، فهذه الخمسة الأحرف مستعملة في الكلام والقرآن كثيرا، وهي زائدة على 29 الحروف المشهورة، ومخرج كل حرف من هذه الخمسة متوسط بين مخرج الحرفين اللذين اشتركا فيه. يبقى عندنا نعد كده الحروف الهجائية الأصلية كام؟ 29، لو زودنا الخمسة هيبقى كام؟ 34 حرف كلها، أدي لغة القرآن اللي هو الأربعة. نعرف بقى كطلبة علم كطلبة تجويد الخمسة الزائدة دي اللي هي ايه؟ اما تجيبه من الاول، همزة بين النون المخفاة، الالف الممالة، اللام المفخمة، الصاد كالايه؟ الصاد كالزاي. خلاص؟ طيب احنا الى الان ما دخلناش في المقصود ده، احنا بيه ده كل ده بيقدمه العلماء للايه؟ للصفات. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور،
والصلاة على محمد أنارت للقلب نور، نور خير الخلق فينا كأمواج البحور، قلبي بالذكر يحيا.